تصحيحهم ليسوا مدانين، النيابة لم تدينهم، النيابة اتهمتهم، لذلك قلت شهود تدين الأشخاص هي المحكمة بعد محاكمة عادلة. نعم. الآن فيما يتعلق بموضوع الجن والشعوذة والدجل واستخدام الدين من أجل معالجة أشخاص يعانوا من اضطرابات نفسية، هذه للأسف موجودة في مجتمعنا الفلسطيني، ونعتبر أن هذه جريمة يجب ملاحقتها من قبل النيابة العامة والأجهزة الشرطة ووضع حد لهذه الظاهرة، لأنه هي جريمة مزدوجة. أولا فيها احتيال ونصب واستغلال لحالة النفسية والمرضية لبعض الأشخاص، وأيضا في كثير من الممارسات يقوموا بالعنف، استخدام العنف على الشخص الذي يعاني من اضطراب نفسي أو غيره، أو الشخص الذي يلجأ إليه بحجة إخراج الجن. طبعا هذه للأسف موجودة في بعض أوساطنا في مجتمعنا الفلسطيني، بحاجة إلى التصدي لها من قبل أجهزة إنفاذ القانون بتجريمها وملاحقة الأشخاص، وأيضا بحاجة إلى توعية وقيام الجهات الرسمية والدينية بتوضيح هذه القضية بأنها هي قضية نوع من استغلال للدين وليست هي فعلا ممارسة صحيحة. وفي قضية إسراء، في غيرها أيضا قضايا، في ناس توفوا أثناء عملية استخدام العنف عليهم وضربهم بحجة إخراج الجن. اليوم الطب تطور، هناك يعني تشخيص طبي، هناك أطباء نفسيين موجودين في فلسطين، عيادات نفسية متخصصة هي التي يجب أن تعالج هذه القضايا. طيب أيضا محتاجة منك إسراء، أولا كان فعلا محتاجة منك بس تعقيب أيضا قضية سريع إسراء، كان هناك استخدام محتاجة منك تعقيب سريع على ما قالته الأستاذة ناهد، يعني هي كانت تطالب بتغليظ هذه العقوبات، فهل لكم دور فعلا بتغليظ العقوبات وبشكل سريع حتى نعود لها بالحوار؟ نعم، بشكل سريع، العقوبات في فلسطين، تم تعديل قانون العقوبات الأردني لسنة 1960 الساري المفعول في الضفة الغربية عدة مرات، ألغيت المادة 98 والمادة 99 التي كانت تستخدم لتخفيض العقوبة على مرتكبي القتل بداعي ما يسمى بالشرف، وأيضا ألغيت مادة التي تجيز لمرتكب جريمة الاغتصاب إعفاءه من العقوبة في حال إقدامه على زواج الضحية. تم إجراء تعديلات على قوانين العقوبات لكنها غير كافية. نحن بحاجة إلى سن قانون متكامل، إطار قانوني متكامل لحماية الأسرة من العنف، بحيث أنه ليس فقط يتحدث عن موضوع التجريم وإنما مع موضوع الحماية والوقاية. وأيضا أنا أتفق مع الأستاذ ناهد أنه التحقيق الجزائي هو فقط يتعلق بموضوع القتل والناحية الجنائية، لكن يجب الرجوع أكثر من ذلك والنظر في جميع الإجراءات، وهذا ما ذكرته في بداية مداخلتي، بما في ذلك وزارة الصحة وما في ذلك الطب العدلي. يعني إحنا ننظر بخطورة وباستياء شديد لموضوع تسريب تقرير التشريح الخاص بإسراء، وهذا تقرير في كثير من الأمور الخصوصيات ويصف جسد المرحومة بالتفاصيل ولا داعي لنشره، وفي اختراق شديد لخصوصيتها. طيب. وبالتالي نحن نرحب بما ذكره النائب العام اليوم بأنه سيكون هناك تحقيق في هذا التسريب، وهذا يعتبر جريمة. طيب. إفشاء معلومات، وأيضا في تعدي كبير على خصوصية. طيب. بحسب المعلومات المتاحة لدينا، نعود لك يا أستاذ ناهد، يعني بحسب ما ذكرته النيابة العامة أن هناك كان تعنيف، كان في تلاعب بنفسية الضحية وأسمتها فعلا المغدورة أو الضحية، فهل تقرأين أنه فعلا كان في تعنيف في المنزل، في خوف؟ إذا ما رأينا حتى اعترافات والدتها، يعني ممكن حتى أمها ممكن تكون معرضة للتهديد والخوف؟ صحيح، بالنهاية الحسم النهائي جاء بالبيان أو جاء ببيان أو من النائب العام اليوم اللي حسم المسألة وقال في اعتداء على كافة المستويات، وحتى ما كانش ما وصلش إلى مرحلة الاعتداء، وصل لمرحلة التعذيب، وهذا بأخذنا لمساحة جديدة في مسألة التعذيب اللي تم ممارسته على إسراء في ظل وجودها في المستشفى، وهذا برجعنا لنقطة مصادقة فلسطين على اتفاقيات مهمة زي اتفاقية سيداو اللي ظلت حبر على ورق ولم تستأنس ولم تستفيد منها النساء الفلسطينيات ولم يستفيد منها قطاع العدالة، ومسألة اتفاقية مناهضة التعذيب اللي كمان هي جزء فلسطين جزء منها. يمكن لازم نرجع نحاكم ونحاسب كل الناس اللي كانت إسراء تم تعذيبها في ظل في وجودها في المستشفى الصحي، وهذه مسألة يمكن مش لازم تمرق مرور الكرام، لازم نحاسب عليها ونحكي فيها أكثر. المسألة اللي كان لما تقولي حماية، طيب حماية يمكن من باب أولى، حماية فرض حماية من دوركم وواجبكم، الأمها الأختها اللي يمكن لسه معنفات في البيوت.
صحيح صحيح، وهي في مسألة في منتهى الحساسية، إنه كيف كمان إن إحنا نلتفت إلى الناجيات من العنف، الأم وزوجة والزوجة وزوجة اللي زوجها مشتبه فيه وكافة النساء اللي موجودين في إطار العائلة أكيد يمارس ضدهم عنف ويمارس ضدهم ضغوطات نفسية. نعم بما فيهم أيضا المستشفى، يعني المستشفى ما قدمت أي شهادات. صحيح. يعني حماية صحيح هذول كلهم النساء، يمكن المؤسسات المختصة لازم تقدم لهم المساعدة. واضح.